رسالة النبي صلى الله عليه وآله رحمة للإنسان ورحمة للحيوان ورحمة حتى للنبات حتى الحيوان. لاحظوا الدقة. الآن الغربيين يقولون حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، هذا في ديننا موجود. قبل اللي الغربيين البشر ما كان في نظرهم للإنسان حق، النبي صلى الله عليه وآله جاء بحقوق الحيوان. الآن الحكومات الغربية للبشر ما إلها قيمة في نظرهم، شعارات. فكيف في ذلك الوقت؟ اقرأوا تاريخ القرون الوسطى، هم كاتبين. اقرأوا تاريخ الحضارة، كيف كانوا يعيشون؟ النبي في ذلك الوقت جاء بحقوق الحيوان، فإذا هو رحمة، تشريعاته رحمة حتى للحيوان. النبي صلى الله عليه وآله يقول: للدابة على صاحبها خصال. الدابة لها حق، حيوان أعجم أبكم هذا له حق. يبدأ بعلفها إذا نزل. أنت راكب، قطعت الصحاري، الأسفار القديمة جدا كانت منهكة في الحار في البر، الطرق غير المعبدة. الإنسان عندما يصل إلى مقصده، بالذات من يقول الفقهاء من جد به السير، يعني جعل المنزلين منزلا واحدا، هذا عنوان بالفقه، هذا منهك. أول ما ينزل ما يفكر في أكله، ما يفكر في شربه، يفكر في علف دابته. لاحظوا الدقة. يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به. إذا مر بالماء يعرض الماء على الدابة، لعلها عطشة، يمكن عطشانة تكون هاي الداب. ولا يضرب وجهها بالصوت مثلا، فإنها تسبح بحمد ربها. هذا الوجه الذي يسبح بحمد الله له قيمة. ولا يقف على ظهرها، لا يوقف، لأن هذا يؤذي الحيوان، إلا في سبيل الله، إلا في حالة جهاد اضطرار، واحد لازم يوقف على الدابة حتى يقاتل ويناور، ما يخالف. أما هكذا يقف على الدابة وقوف، يعني على رجله لا يقف. ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق.